برحب فيكم بحلقة جديدة من أوتو فوكس. اليوم معنا شانغان أوتو ممبر أوف رسامني جروب ورح نعرفكم على اليوني كي. معي سيلز أند برودكت مانجر كريس عدم. هاي كريس. بونجور كريستينا. كيفك؟ الحمد لله. اليوم عم نطلع عبر الام تي في فئه لوكجري لشانغان. صحيح، مثل ما تعودت دائما العالم، نحن عبر الام تي في دائما بنحب ننزل القصص الجديده ونفرجيها للعالم من خلالكم. فنحن اليوم نزلت شانغان بالعالم سيجمنت اسمه يوني سيريز، اللي هو اذا بدك اللوكجري سيجمنت تبع شانغان. نحن تعودنا بالحلقات اللي قبل دائما كان عندنا السي اس سيريز اللي هو صار الكوميرشال براند، يعني اليوم كرمال تكون كل شيء باسنجر كارز، وصار عندنا اليوني سيريز. اليوني سيريز هن عبارة عن ثلاث سيارات شانغان أطلقتهم، اللي هي اليونيتي، اليوني كي، واليوني في، اللي رح نشوفهم نحن خلال هذا الأسبوع. قبل ما نبلش نحكي عن السيارة كريستينا، عبالي شوي ضوي وأعطي فان فاكتس أباوت شانغان عالميا، وين صاروا، وين صار الصانع العملاق، وشو البلانز لقدام. شانغان اليوم عالميا هي الشركة الصينية الوحيدة اللي أخذت أورد اللي اسمه جي دي باور أورد، يعني بتميزها صارت عن الشركات الصينية الأخرى انه هي بفئه اعلى منهم بالكواليتي وبالتصنيع وبالريلايبيليتي تبعيتهم. اكثر من هيك، هيدي السنه شانغان احتفلت بسنه ال 160 لتاسيسها، يعني لك قد ايه عندها هيستوري وعندها نولج هيدي الشركه، وحتى زادت فانشرز على شو هي كانت. سو نحن بنعرف انه شانغان عندها فانشر مع فورد، مازدا، سوزوكي، سيتروان، سو اخذت كل هالتكنولوجي لدمجتها بسياراتها. اكثر من هيك، اليوم اندمجت مع هواوي وكاتل باتريز كرمال تقدر تنزل سيجمنت الالكتريكال الحديث الجديد. يعني بالفعل فرايتي كثير مهمه وبتميزها. صار عندنا فرايتي هلا على الشاشه. اليوم معنا اليوني كي الرويال اللي هو اكبر سيجمنت اللي نحن عنا اياه كاس يو في 5 سيتر كلوكجري سيجمنت. إذا بتنتبهي كريستينا على السيارة، سيارة ما بتشبه ولا سيارة سابقة تشاينيز أو حتى نحن شو كنا قبل ننزل كشانغان. مزبوط. كثير في عندك طابع رياضي أوروبي موجود على السيارة، سبيشلي بالفور مافلرز اللي ورا، عندك عند انفينيتي تيل لايت الرفيع اللي بيجي كمان الضوء الوراني، السبويلر، عندنا كمان ال 21 انش ويلز، صار حتى يجي عليهم دوليب كونتيننتال، صرنا نستعمل كمان باليوني سيريز شيء اسمه الهوني كون جريل، يعني مثل خليط النحل، اذا بتنتبهوا على بوز السياره شيء واضح ومبين. مزبوط. وصارت كلها فول ال اي دي، شايفينها هلا على الشاشه، عاطي كمان طابع هيك اجريسيف للسياره. مزبوط، سياره كبيره بذات الوقت عاطي طابع رياضي. مزبوط، لكن هلا صار وقت ننتقل لداخل السياره لنتعرف على ابرز تفاصيلها. مثل ما عم نشوف انتقلنا لداخل اليوني كي، شو فيك تخبرنا عنها كريس؟ اول شيء الانتيريور كانك قاعده بقلب طياره، يعني عم نشوف كلها سكرينز قدامنا، صار حتى الفولون يجي دبل دي شيب. بالفعل عندك ارجونوميك ديزاين، عندنا كمان صار الهامر هيد هاندل. بالنسبه للمواصفات الموجوده فيها، يعني مثل ما دائما عودنا العالم ل 360 كام ديجري، اللي بتشتغل حتى على 3 دي سيستم، الامبيانت لايت اللي دائما فينا نغيره، كل شيء انفوتيتمنت سيستم قدامنا اللي بدنا نعرفه دائما موجود، في عندنا حتى فويس اوفر كوماند، فيتشرز مهضومه جديده بتساعدك تو انتراكت انت والسياره. سياره حتى عندك فيها بقلبها وايرلس تشارجنج باد، عندنا الامرجنسي، اهم شغله هيدي فيتشر جديده، في عندنا امرجنسي ريكوردينج، اذا صار معنا حادث مجرد بس نقبل سيف هي بتسيف الحادث وكل شيء قبل 5 دقائق شو صار. واو، هيدا فيتشر كثير مهمه. هيدي فيتشر صارت موجوده تقريبا بكل سيارات شانغان وما بنلاقيها وين ما كان. يوجوالي بتلاقيها بسيارات كثير غاليه او الابر كلاس تبع كل السيارات. وحتى بنشوف هلا البانوراميك، فول بانوراميك. واذا بننتبه لورا كريستينا، الكراسي بيجوا اكزيكتيف، يعني في عندنا ليج روم كثير واسع. مزبوط. يعني بتساعد، يعني بتمشي فاميلي كار وبتمشي كمان بزنس. صح. لكن صار وقت ننتقل لبرفورمانس، نحكي عن انجن وسيفتي. من بعد ما تعرفنا على اكستيريور اليوني كي وشفنا ابرز تفاصيلها من الداخل، اكيد صار وقت نحكي عن برفورمانس وسيفتي. خبرنا كريس. اول شيء كريستينا، هي كلمه شانغان بتعمل اول تايم سيفتي، فنحن اهم شيء الباسنجر هو يكون دائما محمي بقلب السياره. اكيد. اديشنلي عن انه الاي بي اس والاي اس بي اللي هن صاروا هول نحن انه جينيريك، يعني شيء كثير قديم، نحن صار عندنا سيستم اللي هو الانتجريتد كروز كنترول، اللين ديبارتشر، اللين اسيستنس، الادابتيف كروز كنترول، الامرجنسي بريكنج سيستم، هول كلهم كرمال يكون الباسنجر محمي. بالنسبه للبرفورمانس، هو الانجن اللي جاي عليه 2.0 توربو تشارج، اللي هو اكبر انجن اليوم موجود على بالشانغان. نحن عندنا بوشينج 233 حصان و390 نيوتن متر تورك، يعني نحن اذا كنا في عندنا طلوع، اذا في عندنا طرقات جبليه، اذا عم حاملين كثير اغراض بالسياره، السياره يعني دائما بتناسب لكل طرقات لبنان. صحيح.
وشو فيك تخبرنا على البرايس اليوم؟ بالنسبة للبرايس، نحن البرايس تبع السيارة هو 46900 all inclusive. بالنسبة للوارنتي هي 5 years أو 150 ألف كيلومتر اللي بتجي قبل الثانية على السيارة. بس بحب أعطي نوت كريستينا من عندكم إنه نحن سعر السيارات عم بيكون شوي عم يتغيروا من الفترة والتانية ورا جمرك التسجيل والاتفاق، لأنه صاروا على صيرفة عم بيتاخذوا، ما عادوا عم بيتاخذوا مثل ما كانوا يتاخذوا بالإجمال بالعادي. وحضرتكم ناشطين على السوشيال ميديا؟ نحن موجودين بكل السوشيال ميديا، وبنعزم كمان جميع العالم تيجي تجرب تعمل تست درايف لتعرف شو هي شنغان وين صارت حتى. وين موجودين؟ نحن بالزلقة على الطريق البحرية. كثير منيح، لكن بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا اليوم وعلى كل هالمعلومات. ما تنسوا تتابعونا بحلقات مقبلة من أوتو فوكس دائما على ام تي في. We'll be right back.